وهما يتكلمونا وكأن الجزائر مستقلة. الجزائر ما زال يحكمها أولاد فرنسا. المجاهدين الحقيقيين اللي كانوا يحبوا الجزائر أغلبهم إما قتلوا أو سجنوا أو أقصوا من الساحية السياسية أو كانوا تحت الإقامة الجبرية. اليوم تتكلموا على شعباني رحمه الله، بارح قتلتوه اليوم تتكلموا عليه وترجعتوا له الاعتبار. أحسب شحال من واحد البارح يتكلموا على زبانة رحمه الله، فين نتاع زبانة؟ وجاي وزير المجاهدين ووزير الشؤون الدينية قال نشوفوا زبانة، وين قتلوه زبانة؟ سرقوه في سجاي. واسرتوا انتوما ايضا ضباط نتاع الجيش وضباط نتاع الدرك وضباط نتاع الاجهزه الامنيه، ما قتلتوش الناس وهما في سركاجي؟ قتلتوهم قتل، ما حرقتوش الناس في المروقيه، ما حرقتوش الناس في السجون، ما جلدتوش الناس، سبيتوهم. الان يتكلموا، قال لك وزير الدفاع الفرنسي يعني سب الجزائر واشار اشاره غير اخلاقيه، وانتم مش عملتوا؟ انتم ما عملتوا اخسر من هذا، انتم كنتم تنحيوا السراول تاعكم وعلى على 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 الشباب وعلى الاخوه، وكنتم يعني تنتحكوا حرماتهم وتسبوا لهم امهاتهم. المره اللي فاتت عندنا اخ من الاخوه في درقان ارادوا ان يقفوا يدعموا واحد شاب من انسان مسكين، حبوا يطردوه من السكن تاعو، حبوا يطردوه ولاو النساء يسوقوا، فجاءوا الناس حبوا شباب أرادوا أن يقفوا لهذا الناس، سواء كان هذا السيد صاحب السكن يعني لازم يخرج ولا ما، هذه مسألة قانونية. لكن أنا مار بطريق عمار وصبت النساء البر وعيتوا، هم حبوا يخرجونا، هم يحبوا، أنا ولا أعرف القضية، نجي نساندهم ولا مسألة؟ يا ناس اتقوا الله، يجيبوا لهم الشرطة ويديهم وواحد يضربوه في يده. ومن بعد في الأخر لما جاء واحد ضابط عنده زوج نجمات دخل على هذا الشباب وأخذ يسبني سبا مقلعا، وش دخلني أنا؟ ما دخلي أنا؟ هذا الشاب أصلا أنت لا يجوز لك أن تسبه، لا يجوز لك أن تهينه، لا يجوز لك. أمسكته ورقيت عليه القبض، قدمه، دير معه تحقيق بأدب بأخلاق. لكن انتم تقولوا يعني الاخلاق وحسن المعامله والمدير العام تاع الامن الهامل كل يوم نشوفه في الجرائد، كل يوم في الجرائد، لا بد تكونوا كذا ولا بد تكونوا متربين، يجي يسب هذا الناس، يسب العبد الضعيف الى الله تبارك وتعالى. ما دخلي انا يا سيدي؟ واش دخلني؟ هذه صارت في مكان، في مكان هذا الشاب لا يجوز لك ان تسبه ولا يجوز لك ان تنال منه ولا يجوز لك ان عندك حكمت انسان. نعم. وأين عائلتين تضاربوا؟ انا عندي عائلتين مع عندي قبل اسبوع اللي تضاربوا زوج عائلات وجاوا داهم الشرطه، واحد من العائله ماذا يقول؟ يقول لرجال الشرطه هذا يا هذا راه يجي عنده، يجي عنده علي بالحاج. واش دخلني يرحم والدي وضربوا في الديار ليه مني؟ يعني تحكموها انا واش درت؟ لا باش تعرف يا اخوان، باش تعرف كاين، انا ما نتكلمش، انا اللي يسبني ولا ينال مني انا بيني وبين الله تبارك وتعالى اشكو الى الله عز وجل. ثم واحد قال له هذا فلان العبد الضعيف الى الله هو المسؤول عن الناس اللي ماتوا، هو المسؤول على اصحاب طلحه ومسؤول على اصحاب الرايس ومسؤول على كذا ومسؤول على كذا. لا حول ولا، هذا اللي كان الضابط يفهم يعرف القانون وقاري، كان جاي يفهم ويعرف القانون، ما يكونش كلام كيما هذا. معناها انت عندك مجرم هو اللي قتل ومخليه هو البرا حالها. انا قتلتهم هذا الناس، طيب جيبني واعطيني الادله وبين باللي قتلتهم وعملت كذا وكذا وكذا وخادمني باركان الجريمه الاربعه ونشوف شكون هو المجرم من المجرمين. وما دخل، ما دخل ذوك الان يعني تمسكوا اي واحد يجي العبد الضعيف الى الله عز وجل في محل الاخر، وهؤلاء يسيئون الى جهاز الشرطه. انا اعرف ان ممكن واحد ولا زوج دار شيء كما هذا، لكن هؤلاء يسيئون حتى الى اصحابهم واحبابهم واخوانهم اللي يعملون، واش دخلك؟ ويسب يقول كلام ساقط. هل يجوز الواحد شرطي
هامنا هنا عندنا الشرطة هم جايين يوم جاوا ربع سيارات أنا خالد حاج من طالب نسألهم واحد يجاوبني يا شرطة ويا مخابرات ويا دارك ويا جواسيس يجوز لكم في القوانين اللي قريتوها تسبوا مواطن جزائري؟ جاوبوا يجوز تسبوا الناس؟ يجوز تهينوا الناس؟ يجوز مع مثلا واحد تمسكوه؟ اللي تمسكوه قدموه باحترام وبأدب وبأخلاق وإلا فإنكم ستتسببون في كوارث. تسببوا في كوارث. أنا نعرف واحد كان معايا عسكري في الجيش سبوا الضابط نتاعه المسؤول نتاعه سبوا فرغ فيه الشرجر. كان عنده شرجر فرغ فيه الشرجر سبلوا يمه. واحنا نعرفوا باللي هذا الاجهزه الامنيه انعم الا من رحم ربي لو كان ما يسبش ربي عز وجل وما يسبش الناس وما يقولش كلام الساقط وما يديرش حركات غير مؤدبه كانه عمل رجله يعني نتاعه لازم يخلع العباد. هذا مفهوم غير صحيح للرجوله. الرجوله ليست هذه. الرجله شيء والرجوله شيء ونحن نخلط بين الرجوله والرجله. الرجله أخلاق ذميمة أما الرجولة فهي اكتمال فهي بصيرة فهي راوية فهي أخلاق فهي نجدة فهي شجاعة فهي هذه الأخلاق. نحن الآن نسمع الرجلة يعني يصير صاحبه على باطل يقول لك من الرجلة لازم يكون معه. لا، إذا كان صاحبك على باطل قل له يا أخي راك على باطل مش الرجلة أنك تمشي معه ولا تفوتي ولا فاميلي. خلاص ياك دخلتونا الاحباس وحكمتوا علينا ودرتونا اللي درتوه ما زالكم الان حتى الان تريدون كما قال ذاك الصحابي تريدون ان تردوها جدعه من جديد. اتقوا الله. هذا الطريق ما توصلش. فالله يملي وينذر إملاء غيري مقصر وسوف يعلي ويظهر جنوده غير مؤثر عليهم أي منكر من كل قوم ومعشر وسوف يحمي وينصر وسوف يعطي ويظفر وسوف يحمي وينصر وسوف يعطي ويظفر أتباع أكرام منذر وخير داع مبشر. الله 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 أعلى وأكبر.